صحيح النهارده الصبح مش عارفه ليه في دماغي حاجه معينه. انا مش عارفه كنت قلت لكم قبل كده ولا لا، بس انا بعشق حاجه اسمها الفويس اوفر. وبما اني لسه راجعه من السفر، فاكتر حاجه عماله ترن في دماغي النداء بتاع المطار والكلام اللي بيقولوه المضيفات وكابتن الطياره. طبعا انا ام نوت اي بروفيشنال، فانا هجرب معاكم بجد، انا بجرب سكه جديده، ف ليتس سي هتطلع معانا. اول حاجه هنبتدي بيها النداء اللي بيبقى جوه المطار. على الساده المسافرين على طيران الامارات الرحله 503 والمتجهه الى القاهره، رجاء التوجه الى البوابه رقم 5 لما يحمسوهم بقى شويه زياده. على السادة المسافرين على طيران الإمارات الرحلة 503 برجاء سرعة التوجه إلى البوابة رقم 5. اتأخرنا فبنسرع. النداء الأخير لرحلة طيران الإمارات 503 والمتجهة إلى القاهرة برجاء سرعة التوجه إلى البوابة رقم 5. هنعمل المضيف بقى، هو على السيرة الطيران. سيداتي ألف سادتي، أسعد الله مساءكم. نيابة عني عن طاقم طائرة أحب أن أرحبكم على موقف طائرتنا لكي 503 المتجهة إلى القاهرة. خلال دقائق ستظهر أمامكم على شاشة تعليمات السلامة. لسلامتكم برجاء إبقاء أحسنة المقاعد مضبوطة طوال الرحلة والحقائق في المقصورة العلوية. ستستغرق رحلتنا لليوم حوالي 3 ساعات، سنقدم خلالها وجبة الغداء. طاقم الطائرة اليوم يتحدث معكم اللغة الإنجليزية، العربية، الفرنسية والألمانية. نشكركم لاختياركم طيران الإمارات، نتمنى لكم رحلة سعيدة وشكرا. يلا بينا الكابتن. سيداتي أنستاذ سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كابتن الطائرة محمد عبدو. بنيابة عني وعن طاقم الطائرة أحب أرحب بكم على متن طائرتنا الكي 503 تجاه إلى القاهرة. ستستغرق الرحلة اليوم 3 ساعات، سنحلق خلالها على ارتفاع 30 قدم. درجة الحرارة اليوم 37 درجة مئوية، ومتوقع في القاهرة 37 درجة مئوية. أتمنى لكم رحلة سعيدة وشكرا لكم على اختيار طيران الإمارات.